السلام عليكم خوتي المغاربه، تحيه لكم عبر موقعنا عبير. القضيه قضيه سخونه وحامضه. المعالم كيف ما كيقول السيد ديال الجريمه مازال ما باينه. السيد كيقول بان هو والزوجه ديالو كانوا دائما مترددين على انهم يقصدوا مستشفى الحسني من اجل اجراء عمليه قيصريه لتوأمين. القضية أنه من بعد ما دخلت المستشفى عوض جوج ديال الأبناء صدقنا في واحد، فين مشى الآخر اكتشف الأب بأنه في مدينة أخرى. غنستمعوا منه أحداث هذه القصة اللي كنشوف أنا من بين المشاكل المطروحة على سرقة الأبناء من داخل المستشفيات. السلام عليكم، الاسم ديالك وحاول انك تقول لنا يعني شنو القصه وكيفاش وقعت. وعليكم السلام. تالله كنشكر المتابعين كاملين. القصه اللي وقعت لي انا عندي الدكتور الاختصاصي قبل ما كندوز على مرتي، كندوز على ثاني التوام اللي عندي البنيه والولد، لاني مده 6 شهور كندوز على الدكتور الاختصاصي، لاني وجهنا على المستشفى الحسني قريب الناظور، وكان عندي العمليه قيصريه على سبب مرتي كان ديجا كدير العمليه قيصريه. لا العمليه داروا معايا مع مرتي من الاخر ما حضرتش من الاخر، واعتنوا البنيه الولد سقوا لي الولد 22 يوم بان مدينه الحسيمه. ها الشهاده ديال الدكتور اختصاصي ديال برا اختصاصي. كيقول بانه عندك جوج ديال الدراري. جوج البنيه والولد. اها سمعني من البوليس. بعد ما تقدمتي بشكايه بانه الابن اختفى استمعوا ليه كيشهد بانه كاين جوج ديال الدراري. كلشي لا في كلشي هاي في كلشي. اها. ها ولدي فين بان؟ ها ولدي 22 يوم بان. بان في اقليم حسيمه ام زورد 29/9/2021. اي بان. وداك مع الخبره كنستنى جوج مرات كنشوف ولدي. كنطلب اذن من السيد واكد اقليم حسيمه جوج مرات كنشوف ولادي. وبنتي تويميه ومرتي كنشوف بها ولدي. هذه ولدي دابا مده هذه ولدي هذا حالي اليوم عام وشهر ويومين ما جيش واحد شكا منه. انا واحد كنت مع ولدي بوحدي في مدينه الحسيمه ودابا عاد كنت معه وهكا نبقى تبع ولدي بغيت تبع ولدي. واخا ملي بان ولدك فين بان؟ مدينه الحسيمه مزور. وعند من كاين؟ دابا عند الدوله. واحد السيد تما قال لك كيقول لي هذاك السيد اللي عنده دابا ولدي كيقول لي ربيت عليك كبده انت حاطط على ولدك يقول لي ربيت عليك كبده. دابا هذا السيد هذا شكون اعتلى الدوله؟ المحكمه اللي اعتلوا اعتلوا المحكمه قال له هذا السيد راه معقول راجل معقول يعني شي واحد راه كيتبنى دابا ولدك وكيتبنى وعطاتها له الدوله. الدوله علاش هذا السيد ما كيقولكش ما عندوش الاولاد ما عندوش الاولاد وكنعرفوا السميه فين ساكن كنت كنعرفوا كل شيء. وشنو كطالب دابا؟ دابا كان حقي من حقي كانت حقي ولدي يرجعني ولدي كانت هذه الدوله وجلاله الملك يعاونني هذا الحق هذا يعطيني ولدي. كانت السيد وزير الصحه السيد الحموشي السيد تخيسي السيد الاستاذ علويه السيد الشيف المريم يعطيني حقي يرجعني ولدي يرجعني ولدي ولدي هذا ولدي هذا بلدي وانا حرقت انا ولدي حرقت أرى مرتي مريضة وولدي مريض كلشي مرض. أرى هادشي الصدمة ماشي دابا الصدمة الأولى نهار 1/7/2021 الصدمة الثانية نهار 14/6/2021 ملي شفنا ولدنا جوج مرات كنشوف ولدنا جوج مرات كنشوف ولدنا بعدين كنزور عند البوليس كنشوف ولدي. درتو الخبرة ولا ما درتوش؟ درت الخبرة ما عنديش ثقة فيهم ما عنديش ثقة وخدت الخبرة أنا مستعد هذه الخبرة نعاود مع ولدي نعاود مع ولدي. معلاش ديت الخبرة هنا 1/10 هذيك الساعة أنا ما عرفتش القانون. سولت الناس المسؤول ديال الدولة قال لي علاش هذيك السنة هذاك النهار ملي جيتي درت الخبرة في الحسيمة علاش ما جابلك ولدك هذيك قدامك؟ أنا هذيك المرة ما شديت ولدي ما جابنيش ولدي. واخا اسمح لي أنه نسولك أكثر، نهار فاش الزوجة ديالك ولدات في المستشفى الحسنية عطاو لك شي تقرير طبي على أنه راه ولدتي واحد ولا اخر يعني مات ولا شنو وقع له يعني واش عطاو لك شي تقرير؟ ما عطيني حتى شي حاجه ما فهمتش حاجه. بعثني باش نسجل بنتي باش نسجلها فين ساكن والله بعثها لي والله خرجت بنتي بحال خرجتي بالكوري ديال الحيوان خرجت بنتي تما بحال خرجتي ما عطيني حتى شي حاجه لا بعثني بحال يا ربي والله خويا لا عيت والله دابا كدنا
شكون يصبر على ولدي؟ هذا الرزق ديالي كيديه بز، الرزق ديالي ولدي كيديه بز، والله الرزق ديالي الكبده ديالي راه هو ولدي هذا، ولدي والله لا ولدي هذا، ولدي ها هي ولدي. إذا كيف ما كتستمعوا إخواني أخواتي، السيد راه محروق على ولده، وكيقول بأنه تمت عملية السرقة الموصوفة، وبأنه ما تلقاش المحضر أو التقرير الطبي اللي كيثبت على أنه الزوجة كان عندها فقط بنية. التقرير ديال الطب الخاص كيقول الزوجة كانت يعني حاملة بتوأمين، دري ودرية، وصدق أنه الدري بان في إمزور كيف ما كيقول، ودابا كيتبناه واحد السيد بالتبني بعد ما عطاتلو لوتوريزاسيون يعني القضاء ديال الأسرة ومنحلوها الدري. نتمناو إعادة فتح الملف، وأكيد بأنه القضية ديال الدم والأرحام قضية صعيبة، والله يفرج على الجميع. آمين آمين إن شاء الله. آمين، شكرا جزيلا. آمين.